الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في لايف جديد. ننقل لكم خبر حزين وهو وفاة الفنان القدير صلاح السعدني الذي وفاته المنية منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض. احنا موجودين دلوقتي امام المنزل اللي عاش فيه الفنان القدير صلاح السعدني عمره كله، يعني قبل ان ينتقل الى منطقة الشيخ زايد. نحن من امام المنزل اللي عاش فيه عمره الفني كله. صلاح السعدني يا جماعة، يعني مين ما يعرفش حسن أرابيسك؟ مين ما اتفرجش على مسلسل ليالي الحلمية؟ الزمن الجميل اللي عشنا معاه، الفن الجميل. الله يرحمه صلاح السعدني الفترة الأخيرة كان بيعاني من المرض وظل في صراع شديد معاه فترة طويلة إلى أن توفى اليوم الجمعة في أيام الله المباركة بعد صراع طويل مع المرض. كلنا نعرف طبعا ان الفنان صلاح السعدني هو من مواليد محافظة المنوفية، ابن المنوفية. كان في بدايته خالص تخرج من كلية الزراعة، كان مولع بالفن، يعني كان بيحب الفن جدا، فكان على طول بيمثل في مسرح الجامعة وابدع في ده طبعا. يعني فيما بعد انتقل للعمل الدرامي التلفزيوني وعمل مسلسل فيه، وبعد كده انقطع عن العمل الفني مرة تانية لمدة 4 سنين. 4 سنين صلاح السعدني ما عملش اي عمل فني، ما كناش نعرف الاسباب ايه، ولكنه عاد من جديد سنة 1964 ويقدم اروع اعماله في الدراما التلفزيونية مرة تانية. الله يرحمه صلاح السعدني، حبيناه وحبينا فنه وحبينا كل الشخصيات اللي هو قدمها. قدم شخصيات مختلفة كتيرة جدا. احنا يعني صلاح السعدني مين اللي ما يعرفوش؟ يعني بدأ مشواره الفني مع الفنان القدير الكبير عادل امام، وهما الاثنين بالمناسبه كانوا من كليه واحده، كليه الزراعه. طبعا كلنا عارفين حسن أرابيسك يا جماعه، يعني الفنان صلاح السعدني زي ما انتم شايفين في صوره واضحه ولا لا. فنان قدير بدا مشواره الفني مع زميله عادل امام الفنان القدير. كانوا الاثنين ولاد كليه واحده وجامعه واحده، وهي كليه الزراعه. توفى اليوم ورحل الى دار الحق. مات يوم الجمعه النهارده منذ قليل عن عمر 81 سنة. توفى الفنان القدير عن عمر 81 سنة. اللي انا عايز اقول لكم يا جماعة ان هتشيع صلاة الجنازة من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، بما انها قريبة جدا من منزله اللي هو بيكون فيه حاليا مع ابنه احمد السعدني. بنقدم طبعا واجب العزاء كلنا للفنان الجميل الشاب احمد السعدني كأسرة اليوم السابع. فنان صلاح السعدني كان في الاونه الاخيره بيعاني من مرض ظل يسارعه فتره طويله الى ان توفاه الله ورحمه الله اليوم. انا قلت لكم منذ قليل ان فنان صلاح السعدني هو من مواليد محافظه المنوفيه. دخل كليه الزراعه وقدم عروض على المسرح كتير جدا في مسرح الجامعه. طبعا ده بالمشاركه مع زميله الفنان عادل امام.
بعد كده كل واحد بقى شق طريقه في عالم الفن، يعني كل واحد خد طريق، يعني كل واحد خد الطريق اللي هو بيبدع فيه، وكل واحد فيهم ابدع في مكانه جدا يعني. الكلام ده كان في اوائل الستينات يا جماعه. اول مسلسل عمله بقى صلاح السعدني وشفناه فيه احنا كمصريين، كان مسلسل تلفزيوني اسمه الرحيل، وده قديمه سنه 60. بعديها على طول قعد 4 سنين ما يعملش اي عمل فني. ليه والاسباب كانت ايه محدش يعرف، لكن هو رجع سنه 64 بمسلسل تاني اسمه الضحيه. المسلسل ده كان مشهور جدا وكان جميل جدا وكان قدمه في الستينيات. بس برضو بجانب ان هو كان بيقدم ادوار تلفزيونيه في الدراما، الا انه ما نسيش المسرح ابدا، كان برضو بيقدم ادواره على المسرح زي هو، لان هو كانت من امانيه ان هو يعني يظل ان هو يقدم كل ادواره على خشبه المسرح، لان هو الممثل الحقيقي هو على خشبه المسرح. بصوا يا جماعه، كان بيتقمص الشخصيات بطريقه غير طبيعيه. وده طبعا احنا كلنا شفناه في حسن ارابيسك، وشفناه في شخصيه العمده سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلميه. بس مؤخرا ابتعد عن الساحه الفنيه، يعني صلاح السعدني من منذ سنوات كده ابتعد عن الساحه الفنيه علشان خاطر حالته الصحيه ما بقتش تسمح ان هو يقدم اي دور فني. رحل وترك كل ما هو جميل وراءه. الفنان صلاح السعدني اسعدنا، وكانت ادواره كلها ادوار ملهمة. كل الادوار وكل الشخصيات اللي قدمها حبيناها. النهاردة احنا بنعزي نفسينا وبنعزي الفنان احمد السعدني، وبنعزي نفسينا كمان لان هو كان فنان جميل حبيناه وكان بمثابة اب لينا بالنسبة لجيلنا يعني. الله يرحمه صلاح السعدني، الله يرحمك يا حسن يا ارابيسك، ابدعتنا وامتعتنا. وفي اليوم ده احنا بنقول لك شكرا ليك، شكرا على كل الادوار الجميله الهادفه اللي كانت بتقدم فن راقي، فن يستحق ان احنا نقول عليه فن حقيقي. ورحلت في سلام. مات الفنان القدير صلاح السعدني في هدوء وفي سلام، وانتقل إلى دار الحق. يعني أسألكم جميعا إخواتي المشاهدين حاليا أن تترحموا عليه، وهو الآن يسأل بين يدي الرحمن الرحيم، فادعوا له بالرحمة. توفاه الله منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 81 سنة. الله يرحمك يا جميل، يا قدير، يا مبدع. المكان اللي انا واقف فيه ده، هي دي العمارة اللي كان بيعيش فيها صلاح السعدني، اللي عاش فيها كل مشواره الفني قبل ما ينتقل لمكانه الاخير للاقامه مع ابنه احمد السعدني. كل الحب والتقدير للفنان الجميل، وخالص العزاء للفنان احمد السعدني. اسالكم جميعا الرحمه للفنان، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل، وننقل الى حضراتكم صلاة الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. كنت معاكم محمد فتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.